اخيرا يا اكرم، لو عايز تقول رساله لجمهور مصر الحقيقه اللي بيسمعك النهارده وجمهور النادي الاهلي، هتقول لهم ايه؟ والله انا من خلال برنامج حضرتك يا كابتن اسلام، انا بشكر كل الجماهير المصريه وكل واحد يعني بيدعي لي في دار الغيب. ربنا يا رب يخليكوا ليا ويجعلني دايما كده عند حسن ظنكم. وانا مش عارف اقول للشعب المصري ايه، اذا كان اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او جمهور مصر عامه. نعم، شكرا ليكم بجد، وان شاء الله يعني اكون عند حسن ظنكم ودعواتكم ليا الفتره الجايه، ان شاء الله ارجع اقوى واحسن من الاول. ان شاء الله هترجع اقوى وهترجع احسن، ونحتفل بيك بقى لما ترجع كمان في اول ماتش تلعبه، وانا حاسس ان ده ان شاء الله هيبقى قريب جدا يا اكرم. ان شاء الله، ان شاء الله يعني ربنا يرجعك بالسلامه، وبص لنا دماغ الحاجه وقول لها عرفتي تربي، قول لها عرفتي تربي. الله يعزك يا كابتن مصر، ربنا يخليك. متشكر جدا اكرم على وجودك معانا، ومتشكر ان انت طمنت جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر الحقيقه